السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. احنا معانا طلبية بطاريات للسمان من عمر يوم لحد عمر مثلا 15 يوم، فمعانا طلبية 5 بطاريات. فان شاء الله في الفيديو ده انا هوريكم الطلبية ديت وانا بعملها خشبة خشبة زي ما انتم شايفين. فالفيديو ده يا جماعة هيبقى طويل، او هننزل الفيديو على مرتين، الجزء الاول لحد ما نوريكم البطاريات هتقف على اي شكل، والجزء الثاني هيبقى تكملة البطاريات ان شاء الله. فتوكل على بركة الله. طبعا اول حاجة يا جماعة انا بعملها في اي بطارية هي الارضية. الارضية هي اللي انا ببني عليها البطارية كلها، وزي ما انتم شايفين دي الارضيات اللي احنا بنعملها، ودي الارضيات اللي احنا بنقفلها لسه. فانا طبعا عامل ارضيات على قد البطاريات اللي انا هشتغل فيها، وزي ما انتم شايفين طبعا الخشب اللي احنا بنعمل بيه الارضيه ده مش خشب ابلكاش، ده خشب بتاع صناديق موتوسيكلات اللي اسمها صحاره، وهو ده الخشب. وعايز اقول لكم ان الخشب ده اجمد بكتير جدا من الابلكاش، وانضف واحسنهم وافضلهم كمان. المرحله اللي بعد كده بنعمل قوايم البطاريه. ده كده القايم اللي هو الجنب اليمين والجنب الشمال، وهنا طبعا احنا مجهزين الارضيات بتاعتنا وقسينا الزيادات وخدنا مقاس الارضيه زي ما انتم شايفين. انا هنا يا جماعه بصور لكم مقطع مقطع وخطوة خطوة من اللي احنا بننفذها، علشان لو انت عايز تنفذ الشغل ده عندك، لو ما عندكش امكانية انت تشتري وعايز تعمل شغل نضيف وشغل بطاريات محترم. دي الارضيات زي ما انتم شايفين. طبعا انا بوريكم الخشب ده، خشب سويدي ابيض يا جماعة. طبعا بالنسبة للمقاسات والكلام ده كله فانا ممكن ان شاء الله هسيبها لكم في وصف الفيديو. نخش بقى على الخطوة اللي بعد كده. ده كده قوايم البطارية والأرضية، بس بنوقف الأيمين وبنبدأ نثبت الأرضية الجنب اليمين مع الجنب الشمال، وبتبدأ الشكل بتاعنا زي ما انتوا شايفين. وطبعا احنا شفنا قبل كده الكلام ده على القناة هنا، بس البطاريات اللي احنا عملناها المرة دي بطاريات عملناها بشكل مختلف. طبعا انا هنا حاولت على قد ما اقدر ان انا اساوي الاطراف مع بعض، عشان خاطر في مشاكل في البطاريات اللي كانت قبل كده، فانا بحاول ان انا اعدل على البطاريات القديمه. طبعا انا كل بطاريه بعملها حتى لو شبه اللي قبل كده فاحنا اكيد بنطور فيها، ما بنسيبهاش على وضعها. اكيد في حاجات انا اكتشفتها وانا بربي، خصوصا ان انا بربي زيك بالظبط، فبالتالي اي مشاكل بتقابلني او اي مجهود ببذله في البطاريه انا بحاول ان انا اشوف البديل بتاعه واعدل فيه. فأي بطارية احنا بنعملها الحمد لله بفضل الله احنا بنطور فيها. والبطارية النهاردة غير البطارية اللي هتبقى بكرة، غير اللي هيبقى كمان شهر ان شاء الله. طبعا احنا هنا خلاص قفلنا الظهر. طبعا احنا عايز اقولك ان انا مستخدم صندوق الموتوسيكلات بنسبة 80%، يعني الموضوع كله شوية صناديق محترمة نظيفة تعرف تستخدمها في الشغل بتاعك. وزي ما انتوا شايفين احنا كده خلاص قفلنا الظهر. وطبعا البطارية أول ما بنقفل الظهر بتاعها بتبدأ تمسك معانا البطارية من أولها لآخرها. وطبعا أنا هنا بوري كل الحروف كلها متساوية مع بعضها عشان تبقى كلها حتة واحدة وكلها مظبوطة. ده طبعا شكل الصندوق أو شكل البطارية من الظهر. طبعا الحاجات دي يا جماعة متعبة ومكلفة وبتاخد وقت، عشان ما تفتكرش ان هو حوار صندوق موتوسيكلات والموضوع سهل، الموضوع صعب برضو. طبعا هنا احنا برضو قفلنا الجناب بتاعت الصناديق بالجناب في البطارية، يبقى احنا كده نقلنا الصندوق في البطارية، بس مش هي دي الفكرة برضو. عايزك في الاخر تحكم على البطارية. وخلي بالكوا يا جماعة يوم ما نزل الفيديو بتاع الجزء الاولاني فالجزء التاني منهي، يعني البطاريات الحمد لله خلصناها. فطبعا لو انت مستعجل عايز تشوف الوضع الاخير بتاع البطارية فياريت تقول لي في التعليقات، لان انا مش هنزل الفيديو التاني الا لما اشوف التعليقات يا جماعة، وهرد على كل تعليق. احنا كده خلاص قفلنا الظهر وقفلنا الجناب، فاضل ان احنا نقفل بقى الوش بتاعنا.
ونشوف طبعا احنا هنستخدم انهي مرحلة في مراحل السمان بحيث ان احنا نعرف نظبط التهوية اللي احنا عايزينها. فاحنا هنحاول نعمل تهوية مناسبة تمشي مع السمان من عمر يوم لحد عمر 20 يوم في البطارية دي. احنا كده خلاص قفلنا الوش. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الوش ده برواز خارجي ملوش علاقة مش في الداخل خالص، يعني ده كده برواز خارجي انا مصممه بره، وبعد كده ببدأ اركب البرواز اللي انتوا شايفينه. الخشب باين اهو، مرحلة تانية خالص غير اللي جوه. اولا لان ده بيدي متانة للبطارية وبيخليها ثابتة، ثانيا بتقدر يعني بتبقى بتعرف تتحكم في التهويات احسن ما تعمل الخشب داخلي وهيتعبني في التقفيل. فانا بعمل الخشب ده خارجي او الوش ده خارجي، بعمله 3 اجزاء، وبعد كده ان شاء الله انا هحاول ان انا اعدل لكم في التصوير عشان اجيب لكم كل خطوه بالظبط. بس احنا مش عايزين نطيل على حضراتكم عشان بس الناس اللي بتزهق. انا على قد ما بقدر بحاول اجيب لكم الخطوات اول باول وبوريها لكم بالتفصيل عشان برضو تبقى انت شايف البطارية ماشية ازاي معاك طول الفيديو. احنا كده خلصنا 3 بطاريات، يعني احنا عملنا 3 بطاريات 4 ادوار مقاس واحد شكل واحد زي ما انتوا شايفين كده، كل المقاسات واحدة كل الابعاد واحدة كل حاجة واحدة. ده كده بفضل الله 3 بطاريات 4 ادوار. طبعا هو مطلوب 5 بطاريات بس البطاريتين التانيين المفروض ان هما يكونوا 5 ادوار. فده كده الشكل بتاع الـ4 ادوار. طبعا يا جماعة السعر هعرفه لكم ان شاء الله في الفيديو التاني اللي هو الاخير. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عايز اقول لكم ان البطارية بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين يا جماعة حاجة واقفة وثابتة على الارض، واخدة كمية خشب كتير. بصراحة بحب اكلف على الحاجة، بحب اعمل حاجة نظيفة، ما بحبش اعمل حاجة ارجع لورا، انا عايز اطلع لقدام. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اجدد في الشغل وبنعمل شغل محترم شوية. وبعد كده عملنا بقى البطاريتين الـ5 ادوار نفس الابعاد نفس المقاسات نفس المساحة نفس كل حاجة بالظبط، يعني الموضوع كله واحد يعتبر. ده كده يا جماعة اخر حاجة في الجزء الاولاني من الفيديو، وان شاء الله مستني تعليقكم الجميلة على الفيديو ده، وهنزل لكم الفيديو الاخير بتاع تقفيل البطاريات، لان تقفيل البطاريات يا جماعه صدمه وخدت وقت كبير جدا وخدت مجهود كبير جدا مني، خصوصا ان انا بفضل الله تعالى اللي مقفل شغل البطاريات من الاول لحد اخر حاجه خالص انا اللي مقفلها بفضل الله، مفيش حد ساعدني فيها في مسمار واحد، انا اللي مكون خشبه خشبه مجمعها حاطط الكلام ده كله بفضل الله تعالى. فمستني تعليقكم، محتاج ان الفيديو ده يظهر، محتاج ان القناة نفسها كلها تظهر يا جماعة، بقالنا كتير اوي على اليوتيوب ومشتركين مفيش خالص، فمش عارف نعمل ايه تاني رغم ان بنقدم محتوى بيقولوا ان هو مفيد. فمحتاج رأيكم في التعليقات. شكرا.